مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده معاكم حلقه جديده من برنامجنا هو وهي. النهارده معاكم حلقه متنوعه جدا، بس قبل اي حاجه اولا حابه اقول ان احنا بنعزي انفسنا وبنعزي اسر ضحايا كنيسه ابي سيفين. كان امبارح يوم صعب علينا جدا، ربنا يرحمهم، وانا لله وانا اليه لراجعون، ربنا يصبر اهليهم يا رب. تاني حاجه عايزه ارحب بزميلتي في الاستوديو خلود. اهلا يا خلود. اهلا بيك يا ذكرى، واهلا بكل متابعين ومشاهدين قناه الصحه والجمال. حلقه جديده من برنامج هو وهي النهارده، وحشتونا من الاسبوع اللي فات للنهارده. والنهارده الحلقه عندنا هنتكلم فيها في موضوع مهم جدا، وهيكون معانا ضيف حلقتنا النهارده هو الشيف ماهر عزيزان. قال لي كده مره. اهلا وسهلا، منورنا والله. الله يخليك يا فندم، الله يكرمك. فرصه سعيده ومنورين الشاشه. بنورك والله. النهارده حضرتك هتقدم لنا ايه بقى النهارده؟ يعني ان شاء الله النهارده عندنا هنعمل ايتم مكرونه زوسته معانا ان شاء الله. حلو قوي. معانا بالزيتون وبصل والفلفل الالوان موجود اهو، والشبت ده للكفته ان شاء الله، والبقدونس، ومعانا المكونات بتاعتها اهي. معانا فلفل اسمر، معانا بهارات، معانا كزبره، معانا سنه لون زعفران عشان اغير من لون المكرونه. اوكي. ومعايا سنه بابريكا برضه عشان احطها على الايه، على الصوص البولونيز اللي انا هعمله ان شاء الله. لا ده في شغل بقى، شغل عالي، شغل تمام ان شاء الله. ميه ان شاء الله. الله يكرمك يا ست الكل. طيب احنا كده عملنا بقى الميه. انا حطيت حاله الميه على النار اهي، وفيها ورقتين لوري وعود قرفه، وهديها ذره ملح صغيره كده، ده عشان خاطر المكرونه. ايوه، عشان اسلق المكرونه بيها. تمام ازاي. وسنه لون صغيره اهي عشان اغير من شكل الايه، المكرونه. تمام تمام. وبعد كده الميه هتغلي، واروح نازل بالايه، ونقوم نازلين بقى بالمكرونه ان شاء الله. وبعد كده شغالين مع بعض بقى ايه. احنا طبعا النهارده برضو يا شيف احنا برضو هنتكلم في موضوع مهم جدا. موضوع هو ابن امه زي ما بنقول دايما، او طريقه التعامل معاه، او ازاي انت تكتشفيه اصلا في فتره الخطوبه، ان هو مثلا تصرفاته من تصرفات برضو والدته، الكلام ده كله. طبعا حابين طبعا انتوا تشاركونا في الحوار النهارده وتتصلوا بينا، تليفوناتنا هتظهر على الشاشه. وعايزه بقى اخد راي ذكرى. انت يا ذكرى كفايه بقى ايه، كفايه لعب في زيتون هموت عليه. انت ايه رايك في يعني لو جالك حد كويس جدا، محترم، ابن ناس، مستواه المادي كويس، اجتماعيا كويس، بس هو عنده مشكله ان هو مثلا ايه مايل لراي والدته شويه، انت هتعرفي تتعاملي معاه ازاي؟ او انت هتكوني حابه اصلا، يعني حابه ان انت تاخدي معاه خطوه، ولا هتتجاهلي الموضوع خالص؟ بصي يا خلود، هو مبدئيا مفيش حد يعني كامل، مفيش اي شخص كامل. فانا بشوف يعني برضه انا عايزاكم تشاركونا، لان رايكم بيكون مهم جدا بالنسبه لي. ويعني لو في حالات شبه كده، يعني لو في ست وبتعاني من المشكله دي مع جوزها، ممكن نحلها ازاي، ممكن نتناقش مع بعض وتقولي لنا ايه اللي بيحصل. بس انا كرايي انا، لو هو شخص معايا كويس، هو بيحبني، هو ما بيخونيش، هو كويس في حاجات كتير قوي، ودي هتكون بس المشكله اللي فيه، فانا ممكن احلها. يعني انا ممكن يعني احاول احل المشكله دي معاه. وبرده عايزه برده افهم الناس حاجه، وافهمك برده حاجه يا اخو، دي من وجهه نظري. الام بتكون شايفه ان هو انا ربيت ابني وانا صرفت عليه. أيوة. ده ابني، انت جايه تاخديه كده وماشيه، انت فاهمه انت واخداه ورايحه فين؟ فهي بتكون عندها لا ده ابني انت خدتيه مني، لا ده هو لازم يسال عليا، لازم يكون جنبي، لازم يكون مهتم بيا. فطبعا هي كأم طبعا لازم نشيلها على راسنا، وهي يعني طبعا حقها ان هي تحس بكل ده، وتحس ان طبعا ابنها يكون جنبها وبيسال عليها وبيبادلها نفس الشعور، ما اتغيرش عنها بعد ما اتجوز. انا معاكي في كل الكلام ده، بس انا بتكلم دلوقتي ممكن فهو بيبقى فيه اثنين نموذج، يعني نموذجين للموضوع. النموذج الاولاني ممكن يكون اللي هو الابن البار بوالدته طبعا وباهله والكلام ده كله، مفيش منه مشكله، لازم اللي ملوش خير في اهله اكيد ملوش خير في حد. بس انا بتكلم في التاني اللي هو ممكن يكون بزياده، يعني كل ما الموضوع بقى مثلا في نوع من الافوره زي ما احنا بنقول، بيكون صعب شويه. وفي ستات بتتعامل يعني بتكتشف ده في الخطوبه، وبتتعامل على اساس ان هو ايه، لما بعد الجواز هقدر ان انا اغيره. بس لا، مش كل الحالات بتقدر تتغير، والموضوع ده بيكون في مشاكل كتير بعد الجواز، وبيخلي بيوت كتير ممكن تتخرب، او ناس كتير تتطلق او. فانا بتكلم طبعا الابن لازم يكون بار باهله، يسال عليهم، يزورهم، لو هو مقتدر ماديا اكيد يعني ممكن يساعدهم مثلا في البيت، يساعدهم في بفلوس، الكلام ده كله. انا بتكلم فيه، لا الكلام ده صح،
لكن النقطة التانية اللي هو البارب، النقطة التانية اللي هو الـ الشاب اللي بيبقى دايما مامته هي رأيها الرقم واحد، ومامته هي اللي بتقول له اعمل وما تعملش، ولازم ياخد رأيها في كل حاجة تخص البيت، ده يعني لا ده بيبقى دي صعب، بتكون جدا طبعا موضوع بيكون صعب. ولكن برضو انا يعني كلامي موجه في النقطة دي للست، لازم تكون هي برضو تحاول تكسب حماتها شوية، يعني اللي هو ايه مثلا كل فترة ايه، ولا انت رايك ايه شيف؟ صح لازم توازن. لازم توازن، ما ينفعش منها ان كل فتره مثلا تجيب لها هديه حتى لو بسيطه. لازم برضو تكون بتسال عليها، لازم هي برضو توجه جوزها، لازم تبقى في اهتمام كبير ما بين ال اكيد طبعا ايوه مرات الابن وحماتها. احنا كده حاطين يعني البصل طبعا عشان نوضح الحاجه. ايوه في زيتون هنا حاطين. ايوه ده ليه بقى البصل ده؟ هنعمل البصل ده اعمل بيه صوص بولونيز مع اللحمه المفرومه. ده صوص البولونيز مع اللحمه المفرومه ان شاء الله. ان شاء الله تمام. وادي المكرونه حطيتها تتسلق اهي، غيرت لونها باللون اللي هو لونها حلو قوي. ايوه لون الزعفران اهو بقى جميل قوي، ولسه بقى كمان لما تدوقه في الاخر ان شاء الله. احنا هناكل مش هندوق في الاخر على طول. احنا جايين على غدا ان شاء الله بامر الله بامر الله. بس فانا يا خلود شايفه ان برضو الست تكون ايه عندها حته ذكاء شويه، يعني الستات اثبتت نفسها في حاجات كتير قوي وعرفت ان هي توصل لحاجات كتير قوي، فمش هتبقى مشكله لو هي حاولت تحل الموضوع ده شويه، يعني تقول لجوزها روح شوف مامتك، لو تعبانه روح زور مامتك هتلاقي هديه، وهي نفسها اصلا تكون زي ما انت قلتي في الاول يعني ايه، يعني ما تجيب لها هديه مثلا في عيد ام، في عيد ميلادها دايما اتصلي بيها اسالي عليها كلميها زوريها، دايما ما تحسسيش جوزك ان انت في بينك وبينها مشكله كبيره، عشان هو ما يتعمدش ان هو دايما يعني ايه ياخد كلامها على محمل ثقه، ان لا يبقى الكلام اللي ماما بتقوله صح، الكلام اللي ماما بتقوله ده اكيد هي اكيد شايفه ان انت مثلا قادره ان انت توقعي ما بيننا. فلازم الست وهي تتعامل مع الزوجة وهي تتعامل في النقطة دي لازم تكون حريصة جدا، عشان خاطر الأم ممكن تكون بتتعامل على أنها إيه زي ما ذكرى قالت في الأول أن هي أنا اللي ربيت وكبرت، وزي ما بيقولوا مثل اللي بنسمعه على طول ربي خايبة للغايبة. أيوة شوف كده ادخل معانا في الموضوع، يصعب عليها نفسيتها عامة يعني لما تيجي مرات الابن وتروح زاوية لوحديها كده وبتاع، فبرضه شال عمر وربياه طب ليه ما بيحصلش كده لما بيحصل العكس؟ لما يعني هي لا أي انت عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عايز اشاركك يا شيخ، ممكن اقلب هنا شويه؟ اتفضلي سيبني اشارك عشان انا فظيعه في المطبخ هتلاقي اتحرق بتبقى اغلى حتى من بنت يعني مثلا من اخت الولد اللي هو ايه متجوزها. ليه بتبقى يعني هي اللي هتشيل بعد كده اسم العيله او اسم الام ديك او بتاع، هتجيب الولاد فكده، فلازم تبقى في عمليه يعني حب ما بين الاثنين. بس الحما برضو عليها دور كبير برضو ان هي تقدر تحتوي مثلا، ما هي برضو بتبقى يعني زي ليه ما بتعتبرهاش زي بنتها، ان هي مثلا هو 90% والله بيعتبروهم زي امهم، بس بقى للاسف بقى انت عارفين الاجيال بتوع وبعدين انا بتضايقني قوي فكره ان تكون يعني الست تقول لحماتها ولحماها بابا وماما، ما فيش حد زي بابا وماما، بابا وماما حاجه وهم ما ينفعش، يعني ليه اقول لهم بابا وماما بجد؟ انا ليا بابا وماما هو البديل فيها. هو البديل دوت بابا وماما ده البديل بتاعها بقى، هي بتختلف بقى يعني انت حابه تقولي تمام مش حابه تقولي مش يعني براحتك. لا اصل هي على فكره في برضه في اهالي في برضه حما و اللي هو اهل الزوج بيبقوا لا بيبقوا كويسين جدا، زي ما في امثله وحشه لا في امثله بيبقوا كويسين جدا وبيبقوا بيعاملوا فعلا البنات اللي تدخل لهم لا زي بناتهم كويس. تمام لا الحمد لله بيتي هايله بجد بجد. ماما هتفرح بيا قوي دلوقتي. ايوه هتنبسط قوي منك هتلاقيها خلاص يعني يوم ذكرى تطبخ على الهوا كده عمري ما عملت الحركه دي في البيت عندنا. هي قالت لي ما بتعرفش حتى تسلق البيضه يعني. طب بلاش تقول الكلام ده. انا النهارده باسرار هي ماسكه الشيف النهارده بسم الله ما شاء الله عليها. المكرونه دي اللحمه المفرومه دي اللي هنحطها بقى على المكرونه. دي هحطها على المكرونه ايوه ان شاء الله. واللحمه الثانيه دي بقى اللحمه دي هعملها كفته دلوقتي حالا هصبعها قدام حضرتك. انا عايزه اقلب المكرونه بس.
اشوف بس الكلافز فين. طبعا عايزين تشاركونا بقى الحلقه بتاعت النهارده، لو محتاجين برضو الشيف الشيف عندنا يقول لكم اي وصفات، يقول لكم اي تريكات حركات انتوا محتاجينها برضو في الاكلات وكده، اكيد طبعا هو موجود معانا. ومستنيينكم برضو في موضوع الحلقه، عايزينكم تشاركونا في موضوع الحلقه. ابن امه زي ما بنقول دايما، كلمونا برضو وقولوا لنا ايه خبراتكم وايه الحاجات اللي ممكن تكون اثرت مثلا على جوازاتكم او خطوباتكم بسبب الموضوع ده، لان بيحصل برضو في يعني الموضوع مش متوقف بس على الجوازات، لا بيحصل وقت الخطوبه حاجات كتير بتبقى باينه من الزوج، ان هو يدل على انه مثلا او العريس ان هو ابن امه ولا ان هو كلمته واحده. اكيد الخطوط بيبان برضو في فتره الخطوبه، بتبان حاجات كتير قوي، بس في ناس بتتغاضى عنها وبتحاول ايه تشوف ان الحاجات دي ما هقدر اغيرها بعد الجواز مثلا. بالظبط، بس ده غلط طبعا. فتره الخطوبه دي بتكون مهمه جدا، بس الناس بتاخدها على محمل ان هو احنا مخطوبين هنتجوز على طول بقى، انا مش فاهمه. ودايما بيبقى في مشكله دايما في فتره الخطوبه بالنسبه للبنت، ان اهل البنت دايما بيبقوا هم اللي عايزين، هما بنتي كذا، انا كذا، اخوها كذا، ما بيدوش فرصه لاهل العريس ان هما يعرفوه صح، او ان هما لا وقت الخطوبه سيب اهل العريس انت تعرفه كويس، تعرف مامته باباه اخواته، لان الحاجات دي كلها بتكون مهمه جدا. بيبقى في حاجات معينه بتبقى بتظهر في وقت الخطوبه، زي مثلا ان هي مثلا بتلاقيها دايما اما بتسال اهل العروسه، طب عايزين بس نشوف احنا هنا حطينا بعد ما حطينا البصل وحطينا اللحمه المفرومه، أيوة. حطينا زيت وبعد كده بصل وبعد كده لحمه، أيوة. مفرومه وبعد كده وسن التوم صغيره، أيوة. وبعد كده ده صوص الطماطم، صوص الطماطم، ايوه حط حاجه على الصوص، هو طماطم بس يعني. لسه بقى هبهر كل حاجه دلوقتي، تمام. إيه؟ عايزه اقول لك الريحه تحفه بجد والله، يكرم ايدك يا سيدي. فلفل اسود دلوقتي هعطس وهبهدل، ارجوك الغي رحلتي من الفقره دي خلاص، انا هخش عليها دي بقى ان شاء الله. تسلم يا ست الكل. لا بس والله ريحه الاكل تحفه، تسلم ايدك يا شيف. الكزبره ايه؟ انا الدايت باظ كده النهارده. ليه ليه ليه؟ إيه انا لاحظت الفتره الاخيره ان ناس كتير بتحط كزبره على كل الاكلات، ده ليه بقى؟ الكزبره ده انا عارفه انها بتحط على الملوخيه بس. لا ملوخيه ايه؟ ايوه مش دي ده عامل اساسي في اي حاجه الكزبره دي. الكزبره دي ليها يعني عامل السحر زي ما بيقولوا في الاكل. طب احنا معانا الفلفل الاسمر. معانا مداخله ايه من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ايه. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس يا رب دايما يا ايه. انا بس حابه اشارككم في حكايه اللي هو ابن امه. اكيد طبعا. بس انا بقى متجوزه. معلش انا اسفه لو بتلهلك شويه عشان اول مره اخش مكالمه. لا 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 يا حياتي ولا يهمك. انا بقى متجوزه، المشكله ان هو مش يبقى ابن امه، بيبقى هو يا عيني في حاجات مش عايز يعملها وبيعملها غصب عن عينه، عشان مثلا ايه؟ عشان يرضي مامته. مش عايز دوشه، مش عايز مشاكل، وكمان يا ريت الام بس اللي بتتكلم، ده مش الام بس، ده كمان اخته، مش عارفه ليه. متجوزه بقالك قد ايه يا ايه؟ انا متجوزه بقالي 10 سنين ان شاء الله، ولسه مكملين 10 سنين يعني في نفس الريتم ده. هو انا عامه يعني بحاول ايه يعني الصبر والصبر، انا شفت كتير اكيد. ايوه انا قاعده في عيله، قاعده في عيله وشفت كتير جدا. أيوة. بس إيه يعني كل كده بسمع وبرد وبعمل. هو انا بتكلم دلوقتي ان كل واحد يقربوه يعني لو سمحتوا، ما حدش يتدخل في حياه حد يعني. انا عايزه انا وجوزي بس يعني، ومحدش وانا بتدخل مثلا في حياه امه او في حياه اخته، عشان كل واحده ملهاش لازمه تيجي تقوم البيت حريقه وتروح هي بس هي عادي في بيتها ومرتاحه. لا طبعا ما ينفعش. انت فهمتي وجهه نظري؟ ايوه ايوه صح، ده اهم حاجه ان مفيش حد يدخل في حياه حد سواء من قريب او من بعيد يعني. سيبك كل عيله متجوزين في بيت عيله صح؟ ما دي المشكله. كل اتنين متجوزين. ايوه معاكي اتفضلي. يعني انا احكي لك مثلا موقف صغير كده حصل. يعني انا كنت انا وجوزي بره والوقت اتاخر علينا، كنت انا وجوزي بره وجينا لما رجعنا حصل مشاكل ان انا متاخره بره. طب ما انا مع جوزي. لا
احنا مالي وماله، انت بتتاخري بره ليه؟ احنا مالنا، احنا مش مالنا. هو ايه رد فعله برضه؟ ما هو ده برضه حاجه غريبه جدا، ما انت مراته وانت هو بره، يعني ايه رد فعله هو؟ لا انت بتتاخري ليه بره؟ انا مالي وماله؟ يعني احنا شفنا مشاكل كتير، بس الوحده بتصبر. اه بيبقى في مشاكل، أيوة بيبقى في معرفش، بس الصبر حلو يعني الحمد لله. هو دلوقتي ما بقاش في مشاكل طبعا، يعني هو الاول بس بتبقى في بيت العيله ديت بتشوف طبعا بهدله وبتشوف عذاب وبتشوف كل حاجه، بس بعد كده بقى بتبدا ايه تتعايش. بس انا بس بقول لكل واحده ارجوكم ما حدش يتدخل في حياه حد، كل واحد يخليه في حياته. يا ريت طبعا. ايه الاكل يا ايه؟ وصلها لكل الناس. ايه دلوقتي منهارة عاطفيا، اكل ايه؟ ايه انا دلوقتي جاي عايزه اسال الشيف على طريقه عمل الكيكه. هو انا شاطره جدا في عمل الاكل، بس الكيكه الوحيده اللي انا بعملها كيكه ايه؟ شوكليت ولا كيكه يعني ايه نوعها ايه؟ كيكه اللي هي البيضه وكيكه اللي هي بالشوكولاته. تمام. العاديه اكيد بتفتحي الفرن كتير على فكره عليها. لا ما بفتحش، عشان كده بتطلع مش مظبوطه مع حضرتك. ما بفتحش الفرن والله. هو انا بقى بفتح بتضربيها كويس؟ طيب بعد اللي هو 23 دقيقه ده انا عارفه، بس ممكن تكون الولعه بتاعت الفرن نفسه هو اللي مش مظبوطه. ايوه. طب انا اعمل ايه؟ تابع معايا وانا اقول لحضرتك ان شاء الله بعد الحلقه مع الكنترول. ماشي خير. شكرا ليك يا آية. وزي ما قال زي ما آية قالت، لازم كل واحد يخليه في نفسه وكل واحد يخليه في حاله. لو فعلا كل زوج وزوجه البيت اتقفل عليهم وهم حلوا مشاكلهم مع نفسهم وهم خدوا قرارهم وفي مشكله قدروا ان هم يظبطوها مع نفسهم، الدنيا هتبقى اهدى والبيت هيبقى هادي والامور هتتاخد بشكل بسيط جدا. دي بقى لما نقول لبعض وندخل يعني، وبعدين الناس بتدخل في حياه بعض ليه؟ ما يعني ما بتكون برده من الراجل. الراجل ساعات كتير هو ما بيكونش عايز يعمل كده، يعني هو في مشاكل وبين نارين، بين مراته وبين مامته. أيوة. فهو مش عارف يتصرف ازاي ويحل الموضوع ازاي، فهو بيحاول ان هو طبعا ايه ما يزعلش مامته، في نفس الوقت ايه برده يعني انت برده معاكي انت برضو يعني تحاولي ان انت كزوجه ان انت ما تشتكيش لما يكون متضايقه من حماتك، ما تشتكيش لجوزك ولا تشتكي لمين؟ لمامتك. بس احنا عايزين بقى نقول احنا دلوقتي شبه عايزين بقى الطرق. احنا كده بردنا على المكرونه اهي وطلعناها، بعد كده هخش ايه هصبع معاك الكفته ان شاء الله واحنا مع بعض في الحلقه واظبط الدنيا ان شاء الله. ايه قول لها بقى الكيكه دي ممكن تكون هي بتعلي عليها ولا هي ممكن تكون نارها عاليه قوي، نارها واطيه قوي، يعني فهماني ازاي؟ هي لازم لها درجه حراره معينه، يعني مثلا 180 فهماني ازاي؟ بتعرف تعملي كيكه يا ذكرى؟ ايوه والله. انا بعرف اكل كيكه لكن اعمل كيكه. طب احنا معانا نادين. الو. اهلا يا نادين. ازيك؟ عامله ايه يا نادين؟ الحمد لله. بتكلمينا منين؟ من اسيوط. اجدع ناس. نادين. ايوه مع حضرتك. عايزه تسالي الشيف على حاجه يا نادين؟ ايوه عايزه اسالي على طريقه المكرونه بشاميل. اتفضلي يا ست. مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل حاضر من عين الاثنين. وعايزه اسال على موضوع الحلقه النهارده. اتفضلي. يعني اختي انا كانت مطلوبه بردك. يعني كان صح الولد صاحب امه. يعني جرد مامه فشكلت، هو سمع كلامها بصراحه. هو سمع كلام مامته؟ ايوه. في ايه في ايه سمع كلام مامته في ايه؟ مش فاهمه. يعني موضوع عادي يعني. محتاجه تقليد؟ هي الخطوبه يعني باظت بسبب ان هو سمع كلام مامته؟ ايوه. طب انت شايفه ايه او تقدري تقولي مثلا للناس مثلا تنصحي الراجل بايه او انت شايفه ايه في الموضوع ده؟ يعني شايفه ان هو يجي يحب الكلام خطيبته ومراته. طب ايه لما عاتبته لما سالته هو كان رده ايه عليكي طيب؟ عادي يعني سمع كلام مراته وخلاص كده. عادي ايه؟ سمع كلام مراته. سمع كلام والدته. سمع كلام والدته. ده كان رده عليكي يعني؟ والله يعني حتى ما اتجرأش بعدين، وكده بعدين يقول لها والله انا بحبها وعايز اخدها وكده. انت شايفه ايه يا خلود؟ انت بتقولي ان هو سمع في الاخر كلام والدته يعني.
نادين صوتك بيقطع. حاولي تكلمينا تاني والصوت قطع. حاولي تتواصلي معانا تاني. طب انت شايفه ايه يا خلود؟ عشان انا لا بصي هو بصي الموضوع بتاع ابن امه ده يعني الحوار ده بقاله كتير قوي وللاسف الزمن بيتغير والموضوع زي ما هو يعني موضوع بيبقى دايما ثابت وبيبقى سبب في خراب بيوت كتير. فهاي البنت يعني فتره الخطوبه لازم تبقى فاهمه بيبان من طريقه الام في الاول. الام بتبقى مثلا شخصيتها اقوى بيبقى دايما هو حتى لو قال لك حاجه هو مثلا بيجي بعد فتره مثلا ممكن يغيرها لما ياخد راي والدته. ممكن مامته مثلا بتكون دايما في القعدات الكبيره مامته دايما هي ليها كلام او هو دايما بيبص لها قبل ما يقول اي حاجه قبل ما يتكلم باي حاجه. الحاجات دي لازم في اكيد ليها علاج وفي اكيد حالات نجحت في انها تعالج الموضوع ده واكيد على في برضو حالات فشلت في ان مثلا او كانت سبب في خراب بيوت كتير. فالبنت لازم تكون عارفه هي بتعامل ازاي. والراجل برضو الراجل بشوف دايما ذكرى في العلاقه ان هو عامل زي المايسترو ان انت لازم تمسك العصايه من النص ولازم تعرف تتعامل مع الام كويس وتتعامل مع الزوجه كويس على ان دي ليها حق عليك ودي ليها حق عليك. مفيش حاجه اسمها مثلا لا انا ماما عندي رقم واحد وماما لا ما زوجتك دي اللي هكمل معاها حياتك دي اللي هتشاركك ولا ايه يا شيخ؟ لا صح تمام الموضوع ده والله كلامك مظبوط. لا يعني لازم تعرف تتعامل مع مامتك كويس. مامتك على عينك على عينك وعلى راسك وتقدم لها كل حاجه تقدر تعملها لها. هي برضو تعبت فيك وكبرتك وخليتك راجل ماله هدومك. وزوجتك برضو لا ليها حق عليك. بشوف دايما برضو رجاله كتير. احنا معانا منى. معانا منى. ايوه منى اهلا 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 بيكي. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكي يا ست الكل. الحمد لله كويسه. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا ست الكل بورانا. الله يخليك. ايه الحاجات الحلوه دي تتعمل ايه؟ عايزه اقول لك الريحه من هنا يا منى خطيره. اسلام يا ست الكل. ده انا انت هتقولي ده شكل الاكل من هنا شكله حلو قوي. الله يخليك اسلامي. انا كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه. اول حاجه يعني اقولها عايزه اشكركم على البرنامج الحلو ده. انا ثاني مره بشارك منوره الدنيا. انت تشرفينا يا ست الكل. منوره يا منى والله. كنت عايزه اسال على التوابل لما بتتغلي. اي توابل بتتغلي والتوابل اللي ما بتتغليش مع كده يعني. يعني ايه التوابل اللي بتتغلي واللي ما بتتغليش؟ يعني التوابل الناعمه مثلا ولا التوابل الخشنه؟ انا عايزه مثلا اقضي الطفره بس مش عايزه التوابل تطعم فيها يعني كتير. مش عايزه التوابل تعمل طعمه تغلب على اللحمه او الفراخ اللي انا بعملها. دي بقى ما انت بتكتريش بقى نسبه التوابل في الاكل. انا فاهمه مش بكتر بس في ناس بتقول يعني لما الحاجه بتتحط بعد ما تستوي وتنزليها من على النار بتبقى احلى. وفي حاجه تانية بتتحط وهو والاكل بيرمي. فمش عارفه ايه اللي بيتحط وايه اللي بيتحط. لا هو افضل طريقه الاكل هو بيتعمل تحط التوابل بتاعته. يغلي مع الحاجه بس. يغلي. بس في مثلا كمون دوت ممكن يعني بيمرر سنه في الاكل. فاهماني ازاي؟ ممكن تحطيه في الاخر خالص. يعني انت قصدك على الكمون من الاخر كده صح ولا ايه؟ مظبوط. هو اللي بيمرر معاكي الاكل. انا عايزه اعرف بقى ايه رايك في الكفته كده؟ ها؟ بسم الله ما شاء الله. اهي الكفته اهي. سامع ريحتها وشامة شامة ريحتها حضرتك؟ بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. الله يخليك يا ست الكل. الله يكرمك. نورتينا يا منى وشكرا لاتصالك. في ناس كتير على فكره يا شيخ ما بتحبش البهارات كتير في الاكل. هو اصلا لازم الاكل ما يتحطش فيه. هو ماشي بهاراته كل حاجه وتوابل الاكل برضو لازم. بس لازم انت تحسي بتاكلي فراخ بتاكلي فراخ. ايوه مش هتحسي ان انت بتاكلي توابل. ده اللي بتكلم فيه. يعني مش هتحسي ان انت بتاكلي فلفل اسمر بتاكلي كزبره بتاكلي كمون لا لازم طعم الحاجه يبان في الاكل نفسها. احنا كده صبعنا الكفته. انا صبعت الكفته اهو. هي الكفته دي بتكون الخلطه بتاعتها ايه اصلا يا شيخ؟ دي وش فخده. وش ايه؟ وش فخده. لحمه وش فخده. اهو مع رقبه مع حته من الرقبه مع حته من نسبه دهون معينه. لازم نسبه دهون. ايوه مع البهارات بتاعتها الملح والفلفل والحاجات دي. طب احنا معانا بصبعها. هي دي تشتغل.